ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكون في صحة جيدة. طيب، اليوم سأتحدث عن أحب اللغة العربية، لكن قبل ذلك لماذا نحتاج لتعلم اللغة العربية؟ استمعوا جيدا. أحب اللغة العربية. طيب، أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لغة أهل الجنة، ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربي وأسلح من مكة المكرمة، بلاد عربية. ثم لماذا نحتاج لتعلم اللغة العربية؟ لأنها كانت أمهات الكتب الإسلامية مكتوبة بها. وأيضا اللغة العربية أستطيع أن أتزود بالعلوم النافعة، مثل علوم الطب والفلسفة وعلم الفلك وعلوم الدين وغيرها، لأن كثيرا من مصادر هذه العلوم مكتوبة باللغة العربية. وبعد ذلك نحتاج لتعلم اللغة العربية لأنها اعترفت اللغة العربية كإحدى اللغات الدولية واستخدمت في أنحاء العالم. وبهكذا ذلك أنا أستطيع اتصال بالشعوب الذين ينطقون بها، وخاصة بالشعوب الإسلامية. أيوه، هل تعلم أن ابن تيمية رحمه الله شرع قانون تعلم العربية؟ هذا هو. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجبا، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأخيرا، هيا نتعلم باللغة العربية ولا نكسل من تعمق بها. هذا فقط مني، شكرا جزيلا، إلى اللقاء ومع السلامة.